السلام عليكم متابعين معتز مطول لطوارئ وافاعي القدس. طبعا اتصال من احد متابعين قناتنا اليوتيوب من دور الصفدي على قطه والده عنده ما بده اياها لا هي ولا اولادها. طبعا احنا بدنا نروح ناخذها نخلي القطه عندنا نعرض اولادها على التبني لقدام شوي. بدنا نشوف القطة هاي يعني كيف ما نيجي هيك. طبعا بالفترة هاي كثير القطط بتلعب، ففي ناس بتتضايق مرات من اولادها، في ناس ما بهون لهم مش بالقطط انه يضلوا هيك. يعني كيف يعني انه بدل ما يرميهم بالشارع برن على اي خبير على اي مربي قطط تعال خذهم. كل احترام لهيك ناس. فاحنا وصلنا عنده، ولكن الدخل شوي رفيع. تعالوا نشوف ليش؟ تعالوا نشوف القصص. ليش ما قلنا؟ والله طلع مرة. عشان يحفظ صحة التطعيم بكرة أو بعد مش يا ساتر. يا عشان سبع خطوات ولا خلاص كم واحد وين؟ أربعة. تعال. كيف العافية؟ الله يعافيك. شوف مرة. شوي شوي. جيب الأولاد. جيب الأولاد. تعال. كم من واحد صغير؟ أربعة. هات أعطيني اليوم واحد واحد. ليش ناخذ واحد دوم؟ يلا شو اخبارك عم سهل؟ شو اخبارك يا جار؟ كيف صحتك؟ هذا في الحي وهي بالأمينة. مشاكلكم مش مخزقين عليها؟ خزقت عليها بس ما رضيت تاكل. قديش شو هالوالدة هاي؟ حرام. هاي لها اسبوعين بس. اسبوعين حرام. يلا بسيطة. طيب خليك تسحب رقبتها بس. يلا تعال. اولادها معها؟ اولادها معها. هذيك الكبيرة الثانية اخذوها؟ يا تحت. يلا هيك بده اياها بزتها في الطريق هسه بنشوف. يلا
جار السلام عليكم. رمضان كريم، كل عام بخير. طبعا احنا اخذنا الاربع بسر مع امهم ونحطهم عندنا في المزرعه نخليهم. تعال تعال خفيش خفيش. يلا هذا ما عندنا. بس لونها حلو لا باطم لا. فتحنا السيارة حمزة. لا لا جدا جدا عشان صغار. بس سكر الباب على طول عشان ما تهربش. تعال. إذا هي لما تتعور على الطار هادية كتير تقلقش. بس حتهرب يا حمزه. سكر الباب على السريع. يلا. لا لا امسك محل ما انا مسكتها، بس مسكر الباب بشكل تعال. يلا سلامات يا مهند. حبيب قلبي. برجع بزورك في المره. طبعا احنا اخذنا الام زي ما تكلمنا واربع اولاد حلوات يعني. حلوانهم حلوات. بس يعني مش شرسه كثير، شايفين كيف؟ بس اولادها ملونين حلوين يعني. نروح ناخذهم بالمزرعه عندنا على القطط لحد ما يكبروا الصغار نشوف شو بدنا نعمل فيهم. كل عام بخير يا مهند. بخير ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. اهلا وسهلا. سلامات. فهي افضل طريقه يعني انه الناس اللي بحترم هيك ناس انه بدل ما يرموها بالشارع اتصلوا مثلا تاخذ القطه مع اولادها، لانه حرام يعني. فاهمين كيف؟ لانه هاي القطط خطيه. وخليكم بالفيديو لحد ما نوصل المزرعه بنفرجيكم وين نحطها بمكان امن. طبعا احنا جبنا القطه على المزرعه. تعال جيبها تعال جيبها جيبها. بدنا نحطها عند القطط هان. شايفين نيلي وولادها، لوسي وكمان ولادها. هي ولادها. خلينا احنا نرتب لها محل عشان احنا نحطها. خليكم معنا برضو بالتصوير. طيب احنا جبنا القطة هاي على المزرعة، رح ننقل ولادها. سوينا من جهزنا الغرفة هاي، شوفوا كيف يعني قصص حلوات صغار. واحد كلهم اناتي الصغار. تعال تفوتي عند اولادك. لا تعبيها مي، حط لها المي. حمزة مي. خذي هاي أكل. هيك في عندها اكل ومي، واللي تراب عشان هي تعملها فيه. ولادها عندها اضاءة هاي والمية، كل شيء موجود عندها. هيك شبه غرفة اوتيل لحد ما تصير امورها تمام. وهي هيك ان شاء الله. حطوا لنا اللايك والسبسكرايب ودعم للقناه. والسلام عليكم. لقدام شوي راح نفرجيكم بس تكبر القطط لوين راح نوصل فيها. السلام عليكم.